السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هكلمكم عن طرق تخزين البصل. البصل طبعا من الحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في كل بيت. معظم الأكلات تقريبا بيدخل فيها البصل، مضاد حيوي ليه فوائد كتير قوي. كل بيت لازم يستخدم البصل، علشان كده النهاردة هقولكم أفكار تحفظوا بيها البصل وتخزنوا بيها البصل، وكمان أفكار صحية وسليمة. البصل طبعا زي ما احنا عارفين ان شهر رمضان المبارك خلاص قرب، كل عام وانتم بخير، فبنحتاج فيه البصل عشان ندخله في كل الوجبات الاساسية والفطار كمان. فهنقول النهاردة مجموعة من الافكار، تابعوا الفيديو. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير لكل اصحابكم. اول حاجة لازم نعرفها عن تخزين البصل والطريقة الصحيحة لتخزين البصل، ان انتوا لو عايزين تخزنوا البصل سليم زي ما انتوا شايفين شكله كده، ده تحطوه لازم الاوضة اللي انتوا تحطوها فيه تكون باردة، تكون جافة، تكون فيها تهوية كويسة قوي، عشان يقدر يستمر معاكوا لفترة طويلة ما يحصلوش اي عفن او ما يبص. طبعا البصل من الحاجات او من الخضروات بتمتص الرطوبة بسرعة، فبالتالي ممكن يتعرض ان هو يظهر فيه البراعم ده او يظهر فيه العفن، فلازم تكون التهوية اللي موجودة في الأوضة تكون كويسة جدا. لازم كمان يكون البصل موجود في أوضة ما فيهاش اي رطوبة. طيب، كمان ممكن نحفظ البصل بطريقة تانية، دي الطريقة الاولى ان انتوا تحفظوها سليم. ممكن كمان ان انتوا تحفظوا البصل ان انتوا تقطعوه مكعبات ويتقشروه وبعد كده تحطوه في التلاجة، لكن هيقعد في التلاجة عندكم لمدة اسبوعين فقط. لو قشرتوا البصل وحطيتوه في التلاجة ده اخره اسبوعين، لكن برضو تخلي بالكم ان انتوا ما تخزنهوش فترة اطول من كده عشان ما يتلوث البصل. يبقى لازم يا اما في وعاء محكم يا اما في اكياس بلاستيكية محكمة، ده لو متقشر ويبقى في التلاجة. كمان ممكن ان انتوا تحفظوا البصل في الفريزر، ده تقطعوه مكعبات او شرايح وتحطوه وتلفوه في اكياس او غلاف بلاستيكي محكم جدا وتحطوه في الفريزر لمدة حوالي من 3 ل 6 شهور. دوت لو في الفريزر، يبقى الفريزر اكتر من التلاجة. التلاجة ممكن يقعد اقصاها 10 ايام، ده لو محكم في علبة محكمة او كيس محكم. في الفريزر مكعبات من 3 ل 6 شهور، برضو يكون في كيس او في علبة محكمة جدا. كمان ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، ان احنا ما نحطش البصل في اكياس بلاستيكية محكمة ونسيبه بره، ده ممكن يؤدي لفساد البصل، وده لان مفيش اي تهوية بتوصله. ففي تلك الاحوال البصل عايز درجة حرارة كويسة، يعني لو بره تكون الغرفة فيها تهوية، لو في التلاجة من تحت كيس كويس او تربطوه او علبة كويسة ويقعد معاكو 10 ايام، او تحملوه مكعبات او حلقات في علبة محكمة او في كيس بلاستيك محكم وتحطوه في الفريزر لمدة من 3 ل 6 شهور، دوت لو في الفريزر كده. يبقى انا قلتلكوا اكتر من طريقة لحفظ البصل للناس اللي بتستخدمه كتير في الاكل، وكمان بتبقى عايزة طرق سريعة عشان تحضر بيه الاكل بسرعة. اتمنى يكون الطرق دي عجبتكم، جربوها، ولو ليكوا طرق انتوا عارفينها تانية اكتبوها في التعليقات نستفاد منها كلنا. شكرا لمشاهدتكم للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في معلومات جاية كتير، ومع السلامة.